هتلاقي كده كل بيت مصري، وانت شبهت برضو الطقوس في البيوت المصرية، بس هتلاقي كل بيت كده ليه الطقوس بتاعته. لازم اول يوم تلاقي التجمع العائلي طبعا. لازم يبقى فيه العيدية، حتى لو انت عندك 30 40 سنة، لو اهلك موجودين لازم هتلاقيهم بيدوك العيدية، الفوانيس لاولادك. في حاجات كده بتميز، ومش بس رمضان في العالم يا كريم، بتميز مصر في رمضان. الحاجات دي مش موجودة في كل العالم. انا عايز اقول لك ده لمة افراد الاسرة الواحدة على ترابيزة سفرة واحدة اصبحت من الخيال العلمي بقالنا فتره طويله والله العظيم بجد. كل الناس وبالذات البيوت اللي فيها شباب، يعني بتلاقوا كل حد من الاولاد بياكل في الوقت اللي هو عايزه في اوضته او قدام التلفزيون. نادرا ما بتجتمع افراد الاسره الواحده زي زمان. زمان ده كان العادي، كان افراد البيت الواحد بيجتمعوا مع بعض على السفره بقى، على الطبليه، على الارض، يعني كل عيله وحسب مستواها المادي والاجتماعي. لكن الاساس ان كان الكل بيتجمع مع بعضه ثلاث مرات، ثلاث طقات في اليوم انجاز التعبير. دلوقتي اللمه دي ما بتحصلش غير بجد كل رمضان. دي حاجة برضو من الحاجات اللي نتمنى انها ترجع مرة تانية، لان اكيد التجميعة دي هي كلها مكاسب على كل المستويات وعلى كل الاصعدة. ده في اسر نواد بتتعرف على اولادها للمرة الاولى من خلال القعدة، بقالهم زمن ما قعدوش مع بعض القعدة. هي للأسف احنا بنتكلم عن ده، وانا يمكن من الناس اللي بعمل كده. انا من الناس برضو اللي مش بقعد كتير مع اهلي، ده حقيقة. بتعرفش هي هتبقى حاجة يعني خلاص بقى الوضع للأسف هو مش احلى حاجة، بس بقى الوضع دلوقتي الطبيعي. بس في نقطة كمان، لو احنا هنتكلم شوية ونقارن بين رمضان زمان ورمضان دلوقتي، لا في حاجات فرقت كتير قوي. يعني مش عايزة احس ان احنا كبرنا قوي نقول رمضان زمان كان غير، لا بس فعلا رمضان زمان كان غير. يعني انا بفتكر، ودي حاجات بسيطه قوي بس بتفرق، يعني زمان لما كان مثلا واحنا صغيرين 10 سنين حاجات زي كده، كنا انا فاكره كويس كانت العماره كلها تتعزم عند بعض. اول يوم تلاقي الاطباق يعني بتهادي الجار طبعاً. الجار بيهديك، حاجات زي كده. ده كان بيسموه الطبق الطاير او الطبق الحاير. والمسلسلات بتاعت زمان، ليالي الحلميه والمال والبنون، الحاجات دي كنا نلاقي مامتي والجيران متجمعين مثلا اللي هم صاحبتها في العمارة. يعني كان في برضو أجواء. دلوقتي للأسف الشديد، واللي حضراتكم منكم بيتفرج، يعني أنا أعتقد الناس كتير هتتفق معايا، دلوقتي ممكن تبقى ساكن في عمارة، ممكن ساكن في كومباوند، الفيلا اللي جنبك أنت ما تعرفش مين اللي ساكن فيه، أو تعرف اسم بس وخلاص، بتقابلوا بعض كده في المدخل أو حاجة، كل سنة وأنتم طيبين، صباح الخير. لا الحاجات دي يا كريم ما كانتش عندنا زمان حاجة، يعني أو إحنا يمكن أخذنا أحلى حاجة من الوقت ده. طب ده أنا أكبر منك بشوية حلوين، وحضرت بقى العز ده كله يا خبر أبيض. كل اللي أنت بتقوليه كان حاصل فعلا وباي ديفولت كده بشكل عفوي، ده كان العادي. دي مشاعر الناس، ودي احاسيسهم في شهر رمضان. على فكره كانت يعني بجد مصر من البلاد اللي كل ما حضراتكم ترجعوا فيها بالزمن لورا كل ما هتلاقوا جمال، وكل ما هتلاقوا رقي، وكل ما هتلاقوا حاجات حلوه ومعاني وقيم ولا اجمل ولا اروع. دي كانت من ضمن الخصوصيه الشديده جدا اللي بتخلي فعلا رمضان في مصر حاجه تانية. والسر في التفاصيل زي ما اكد حسين الجسمي ولا ايه؟ انا بتفق معاك. يعني عايز اقول لك على حاجه بس، عشان الكلام كله يعني احنا مش بنقول طالعين نزايد، لا بس ده حقيقه. كان في ناس من دول عربيه، نتكلم هنا مسلمين دول عربيه اشقاء عرب، يعني يجوا مصر علشان يقضوا رمضان. صحيح. فتره رمضان كان حضرتكم بجد وتقدروا تسالوا، يعني رمضان في مصر فعلا غير، وما زال غير على فكره، ما زال.